السلام عليكم يا شيخ. مو عبد الله لاباس صافا والله الحمد لله امورانيه بيا يلا غرب ربي الشيخ كي راه صار الحكايه كيفاش جاتك الرضبي العشيري بس سقسيني عليها تاع هذه الرضبي نتاعك هذه شنو هو تا هي جاتني يا سيدي علاه ما نمشيش والو ما نمشيش فما تمشيش الشيء والو ما نمشيش شفت الفيديو نتاع بوزيان ولا ما شفتوش شفتو هذا ايوا داك هو نقلبها عليهم انا ماني من الجزائر كاع هذيك هي وما نمشيش نورمال يا شيري هادي شابه والله هذيك هي واقيلا دوك الى جاو دوك نقلب لها جده نقول لهم انا ماني من الجزائر ما عندي كواعت ما عندي شيء ما نمشيش ها يا شيري هذيك هي انت ماشي السما ها انا نروح شيري واش راه ايوا معليش معليش هاي نروح معليش فوت عامك وصافي اش راه دير على شيري هذيك يا صاح صح كيف غادير واش بك عشيري راك تاكل في العودة صاحبي راك قريب تكملوا صاحبي السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته معليش نحي نوضر خويا وانا ماشي معليش معليش يا عشيري معليش ماشي معليش معليش يا عشيري خليه يهضر معنا شويه بالدز نوضر زينين هادو هيا راكم رايح صافي والله الحمد لله تبارك الله يا ربي حبوا نصيكم برك جو الرطابيلات نتا واحدين حابين نعطوهم ليه ايه تفضلت راح بيطري مونير تعرفه؟ ما نعرفوش ما نعرفوش وانا ما نعرفوش هيا معلش دير بيك عبد الحق اهو والله غير هو الشاف هاو شو لو جا العينين الودنين كلش كلش هذا هو هذا هو هذا هو راه انت يحتاجوك انت بعد غدوه ان شاء الله شيرين الراش بيه هيا زيد نحب نسقسيك معنا واحد برك مو من رضوان انت تعرفوا هذا مو من رضوان انت تعرفوا انا ما نعرفه هذا والله يا شاف ما نعرف اي والله غير انا ما مرضوش اقسم بالله غير انا غدوه نصحوك لازم تكون تما لا ما جينش غدوه ان شاء الله هيا الله يهديك